من منا ما يحب يسمع الشعر؟ اليوم راح تستمتعون مشاهدينا مع مناظرة موسيقية شعرية إنشادية مع ضيوفنا اليوم الشاعر مسلم صقر النصافي والمنشد حمد الصليلي. حياكم الله معنا. الله يحييك، مرحبا. نبتدي معك مسلم، ونبتدي مع أول قصيدة كتبتها، شنو كانت؟ أول قصيدة كانت قديمة، ما كنت ترى كل الشعراء اللي يجونا لما نسألهم عن أول قصيدة ما يتولفون عنها وايد. دائما الإنسان في بداياته ما يكون مقدم أفضل، فأجريد إن شاء الله أفضل من قديم يكون. إذن تذكرها ولا لا؟ لا والله ما أذكرها. هذه إجابتكم كلكم. حمد، شنو هي أول شيلة أو قصيدة كانت بصوتك؟ شيلتي قبل الغياب من كلمات الشاعر حمد العازمي كانت دوتو بيني وبين بحد صوت. وهذه كانت أول تجربة لك؟ أول تجربة لي. منو قال لك في البداية أن ممكن أن أنت تكون منشد ناجح؟ للأمانة كان الوالد يعني يشيل وياي وهذا. وكانت بدايتي أول شيء بالإنستغرام يعني مقاطع كذي. بعدين تطور الوضع وصار شيلات استديو يوتيوب ومنها كان. حلو. مسلم، هل تختار اللحن للمنشد اللي يبي ينشد قصايدك، ولا تخلي المنشد هو اللي يختار؟ لا، أنا أختار القصيدة، أما الإنشاد أو اللحن هو تخصص المنشد، أنا أبدأ في القصيدة وهو يبدأ في اللحن. فما تدخل في هذه الأمور، أنت فقط تعطي القصيدة اللي أعطي القصيدة، لكن أحيانا يكون تدخل، يعني إذا كانت القصيدة مثلا حزينة ممكن أنا أتدخل في اللحن. حمد، هل أنت اللي تختار اللحن بروحك، ولا لابد أنك تستعين بمؤثرات صوتية وآلة عزف ومهندس صوت عشان يساعدك في هذا الموضوع؟ لا، أنا أستخدم اللحن وأنا اللي أبتكره، سواء كان موجود اللحن من قبل نأخذه، مثلا يعني مثلا في شيلة عجبني اللحن أخذ اللحن عادي، يعني ما فيها أي مشاكل. حلو، وأهم أنا أبتكر من الألحان. حلو، نقدر نسمع منك شيء الحين؟ حاضر، تفضل. أصبر وأقول إن الرجاب المقابيل في زحمة الأفكار عمري نسيته، جريت مع حزن الليالي مواويل، ضميت جرحي بالحشا ما شكيته، من شانها تبقى الصعايب تساهيل، يصغر بعيني كل هم لقيته، أبقى عزوبي منتظر فاتنا الجيل، شوقي لها ما ينتهي لو حكيته، من كثر ما هي غالية غالية حيل، حتى الظنا من غيرها ما بغيته، حتى الظنا من غيرها ما بغيته. الله عليك. السلام. الله عليك. الله يسلم. حمد مسلم، عفوا، نقدر نسمع منك قصيدة؟ حاضر. يقول: خذاك الغير وانهار الخفوق وماتت الأحلام، ولا ماتت مشاعر خاف من يمك توديني، تعاهدنا على صد الجروح الدامية من عام، وانا لزارني ليل السهر صوتك يناديني، اهوجس فيك وسافر معه وسير الاقدام على بيت اللي زرته عن الاجناس، يعميني بقى ذكراك لو عام مضى من غيبتك، وايام فراقك كل مهبة انسانيسك يعنيني، انا بعدك عيون لو غفت كل البشر ما تنام، ولا مني غفيت بحلم شوفاتك تصحيني، وانا بعدك قصيد ممتلي شوق ووفا وهيام، اذا ضاقت بي الدنيا بعد هجرك يغنيني، حبيبي ليه تستغرب قصيد يكتبك ما دام عيونك مصدر الهامي وتاريخي وتكويني، واذا طالت بك الغيبه ورحت وراحت الاعوام خفوقي فيك اجبرني وشعري فيك يحييني، واذا كان الوصل بعيونك الخجله شويه وهام، اذا ما عشت احلامي انا وهامي تكفيني، واذا اخذك الفراق اللي بكفه ماتت الاحلام فلا ماتت مشاعر خافكن يمك توديني. صح لسانك، صح لسانك. مسلم، شلون تشوف مدى اهتمام الاعلام الكويتي والخليجي بالشعراء والمنشدين حاليا خاصه الشباب؟
الخليجي جدا ممتاز بالدعم يعني بدول المجاوره، ولكن في الكويت الاعلام ضعيف جدا، خصوصا ان افضل الشعراء هم شعراء الكويت وما عليهم دعم نهائيا. وين تشوف نقاط الضعف في هذا الموضوع؟ دعم شعراء شباب، ما حد يدعم الشباب نهائيا نهائيا، ما حد يدعمهم. انزين، ما تشوف لان ما شاء الله الحين الساحه صارت مليانه بالشعراء، قاعد نشوف عددهم قاعد يزداد، وهذا شيء حلو، مو شيئين، لكن كثره عدد الشعراء الحين اللي قاعدين يدشون في هذا المجال قد يشتت الاهتمام فيهم. مو شرط ان يشتت الاهتمام، الساحه متاحه للجميع، والشاعر المميز راح يعني يبدا يثبت نفسه. اي، والاعلام راح يتوجه حق الافضل اكيد، راح يبتعد عن الحلقه الضعيفه، ولكن لما يكون الاعلام متسلط على حلقه ضعيفه والغاء الشعراء الاخرين المبدعين، هذا ضعف من الاعلام الكويتي بالذات. حمد، انت شلون تشوف الاهتمام بالمنشدين، خاصه ان فن الشيلات بالنسبه لمجتمعنا جديد؟ باختصار، المبدع هو اللي يبرز نفسه، يعني من ناحيه اختيار اللحن او الاداء او كذلك يعني. فانت تشوف ان العاتق كله يقع على المنشد نفسه ولا الشاعر نفسه؟ على حسب، هو عادي يعني، في اكثر من شيله ضربت على اللحن، في اكثر من شيله على الكلمات، في اكثر من شيله على حسب المنشد او جمهور المنشد هو اللي يرفع يعني، والمبدع كذلك هم يبرز نفسه. اكيد الزين يفرض نفسه مثل ما يقولون. ايوه، حابين نسمع منك شيء. مع الأمانة المحافظ يعني واجد، بس بعطيك. الله يسامح نور عيني ويجازيه بأنه نوافر قايم من دون سبع أقفى وسوى شي ما كنت أنا أبغيه، باع الوفا باع الغلا والمحبة، حرم ما يدري بعمر بدا فيه، قلب يبيع الناس من شان حبه، هو مالك قلبي من أقصاه لأدنيه، وإن كان مالي غير حبه بكبه، وليته معلمني قبل روحي تغليه، ولا معلمني قبل لأن عجبه. الله عليك، الله عليك، مسلم. تسمعنا قصيدة؟ يقول انتهيتك لا حشا توني بديتك، ابتديتك من بعد لحظة غيابك وجابك الله، لا تقول اني نسيتك كنت اظن انساك، بس الوقت جابك واكتشفت اني بعد هذا لقيتك، حلم مدري علم والوضع امتشابك، يا هلابك ما لفيت الا في بيتك، يوم جيت وقالت عيوني هلابك انت وينك، يوم بشوق احتريتك، الوطن يشكي من جروحه اغترابك، في غيابك كيف بروى لا ضميتك، وانضميتك ما لقيت الا سرابك، في غيابك ما عرفت الا هويتك، وفي حضورك كل صدري مرحبا بك، في غيابك كنت اقول اني قويتك، لكن الواقع غدابي ما غدابك، لا تقول اني بديتك وانتهيتك، اي احبك في حضورك او غيابك. الله عليك، صح لسانك. احنا مستمرين معاكم اكيد، لكن مشاهدينا نروح الفاصل ورادين. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، ومستمرين معاكم في اخر فقرات برنامجنا. مسلم، تكلمنا عن بداياتك وتكلمنا عن الاهتمام الاعلامي بالشعراء الشباب خاصه، لكن هناك نوع من الاهتمام الاعلامي الاخر اللي هو البرامج الشعريه، ايش رايك فيها؟ البرامج الشعريه طلعت نجوم مو طبيعيه بشكل خيالي، ولكن هم محتاجين برنامج شعري يدعم شعرائنا من الكويت. لأن أكثر البرامج الشعرية دائما يكون المراكز الأولى فيها هم شعراء الكويت، فهم مستحقين شعراء الكويت أن يقدموا لهم برامج شعرية ويدعمونهم قد ما يقدرون. إنزين، هالنوع من البرامج هل تشوف أن هي أساس شهرة الشاعر نفسه، أم أن الشاعر نفسه باختيار كلماته وقصائده الناجحة هو اللي يثبت نفسه؟
شاعر مبدع سواء كان من برنامج او من لقاء، فالقصيده الجميل راح يوصل قصيده من غير ولا برنامج، ولكن البرامج هذه تضيف للشاعر نفسه. احيانا بعض الشعراء يعانون من مثل ما يقولون النسيان السريع، وهذا اتوقع اغلب الشعراء ممكن يعانون منه، هل تشوف ان هذا ياثر على قوته؟ لا نهائيا، ما له شغل النسيان. ما له شغل، الشاعر يحافظ قصيدته، والحين حتى احنا يا شعار محافظين قصايدنا، اكثر قصايدنا سجلها بالملاحظات. فانت تسجلونها بالملاحظات؟ اي كل شغل على الملاحظات. انزين حمد، بالنسبه لكم انتم كمنشدين كيف الشيلات حاليا؟ هل تشوف ان دخوله الى مجتمعنا قاعد يثبت نفسه مع الوقت؟ الشيلات بالفترة الأخيرة يعني صارت الناس كلها تسمع الشيلات سواء حضر أو بدو، يعني الجميع قام يسمع شيلات، وهذا شيء يعني حلو، هو تراث يعني. صحيح، نقدر نسمع منك شيء الحين؟ إن شاء الله. سمح الله طنتك قبل الغياب، انتظرتك ترجع وما الله قسم، ما هقيت البعد بس الظن خاب، جرح غيرك عادي وجرحك دسم، من غيابك ما جنيت الا العذاب، ضاق صدري ما بقى فيني نسى، ضاق صدري ما بقى فيني نسى، مستحيل انساك الاول راس شاء، قلبي في يدك وانا عايش جسم، من حنين الشوق قلبي فيك ذا، ناطرك على امل لاخر نسم، ناطرك على امل لاخر نسم. الله عليك، الله عليك. مسلم، نقدر نسمع من القصيده؟ اي حاضر. يقول الله معك خل تقديرك مع غيري، الله معك خل تقديرك مع غيري، ونفسك على ما حصل وياي مسموحة، شعري على قد جرحي قبل تفكيري، وخاف لأخذ القصيدي من قبل بوحة، تبعت الأقدار وأحلامي معاذيري، مدام الأيام ما هي معك مملوحة، وإن شفت طيبي معاك يخون تقصيري، ما شف ضحكة شفاي تجيك مفضوحة، كم خان تعبير شوقي قبل تعبيري، وكم قلت لك لو تروح الروحة الروحة، ما جيت حط العذر قسوة مقاديري، غلطة مقادير عمري فيك مدموحة، ولا جيت أبين عطاي وينذكر خيري، عطية الحب في الخلان مطروحة، رسمت للحظ لوحة وفق تصويري، ولا ضيع الحظ إلا رسمته اللوحة، روح على درب من ودى مسايري، صاحبك خنجر وفاهي جدد جروحة، ولا رحت سولف غلاي الواحد من غيري، أنا بخليك والروحة يا روحة. الله عليك، صح لسانك، صح لسانك. مسلم، الشاعر والمنشد شنو العلاقة اللي بينهم، ومن يكمل الثاني؟ اثنينهم يكملون درب النجاح. يعني إذا كان منشد صوته جميل، شاعر صاحب قصيدة جميلة، اثنينهم يعني يندمجون في العمل هذا ينجحون بإذن الله تعالى، يعني اثنينهم مكملين بعض. وإذا كان أداء المنشد ضعيف، ما تحس إنه يقلل من الكلمات؟ أكيد يقلل من الكلمات. إذا كانت قصيدة في نظري أحبها وقصيدة أنا تعبان عليها وعطيتها منشد ما يستاهل القصيدة، ما راح يكون في صدى القصيدة نهائيا. حمد، برأيك بهذا الموضوع، هل تحس من العنصر القوي في القصيدة اللي تنشدونها، هل هو الشاعر نفسه أم المنشد؟ هم اثنين هم مثل ما قال أخوي مسلم نفس الشيء، يكملون بعض. سواء كان القصيدة ضعيفة ولا هذا، أداء المنشد واللحن ممكن أنه يرفع القصيدة عادي حتى لو كانت كلماتها ضعيفة، وكذلك هم الكلمات، بس ما إذا كان المنشد أداء ضعيف ممكن تضعف القصيدة كلها. إيه نعم. إنزين مسلم، الدوتو في مجال الشعر هل ينجح القصيدة نفسها؟ ما له شغل نهائيا، يعني القصيدة راح تنجح سواء بدوتو أو من غير دوتو، ناجحة ناجحة إذا كانت القصيدة فعلا قصيدة. إنزين شنو أقرب وأحب قصيدة كتبتها أنت؟
هي مو قصيدة، هي يمكن 5 أبيات. نقدر نسمعها؟ إيه حاضر. يقول: نظرة عيونك كانت أصدق من البوح، وضحكة إحجازك كانت أكذب من الوقت مهما يكابر. صاحب الشوق مفضوح حتى لو أنه ما نطق كلمة اشتقت تخفي أحاسيسك، وأنا كلي وضوح تفضحني دموع الغلمة. لا تضايقت ما تنلقى، لكن ورث لي جروح للحين أعاني نزفها. لا تسوقت قلت أقدر الفرقة، وأنا ما أقدر أروح، أنا الذي كذبت كذبة وصدقت. الله عليك. سلام. الله عليك. شكرا لكم لتواجدكم معنا اليوم. شكرا لك الشاعر مسلم صقر النصافي والمنشد حمد الأصليلي على تواجدكم، أبدعتوا في الشعر وأبدعت أيضا في النشيد للقصائد الجميلة. شكرا لكم لتواجدكم. كل الشكر لكم الإضافة، الله يعطيكم العافية. مشاهدينا كانت هذه حلقتنا اليوم، نلقاكم على خير إن شاء الله في حلقات أخرى. تقدرون تشوفون حلقتنا على يوتيوب الراي تيوب، فما الله.